الغزالات ديالي كديرين بخير، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان. كنتمنى ان شاء الله تكونوا في افضل حال. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، هذا اليوم مع فيديو جديد ووصفه جديده. كيف ما العاده كنحاول ديما نجيب لكم الجديد، واي حاجه زوينه جربتها ولقت ليا وعجبتني كنبغي نشاركها معكم باش تستافدوا. لهذا تنتوما فاش تشوفوا هذا الفيديو هذا بارطاجيو او ماكسيموم، حيت فريمون وصفه كتستاهل لواحد الدرجه ما يمكنش غتكونوا شفتوا قبل كيفاش الفرق شاسع 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 ديال رجلي، كيفاش كانوا كيفاش ولاو وكيفاش كيخرجوا الرجلين هكا كيشعلوا. صراحه البنات هاد الوصفه خطيره كتستاهل مليون لايك بلا ما نزيد فيه، فريمون واعره بزاف، وتستغني على اي وصفه اخرى ديال الرجيلات، يعني هذه غتغنيك على اي وصفه اخرى. المهم باش بلا ما نطول عليكم، الا كنتي اول مره غتشوفني ما تنساش تخلي ليا ابوني او سبسكرايب الاحمر، وتفعلوا هذاك الجرس باش يوصلكم كل جديد، وخليوا ليا بزاف ديال لي لايك في هذا الفيديو. كنفرح بزاف ملي كنشوف اللايكات ديالكم والكومونتيرات ديالكم، ما تبخلوش عليا باللايك. وهذه الوصفه هذه البنات غتجربوها على حسابي، رائعه جدا، كترجع رجلين هكا كيديروا كيشعلوا كيشعلوا كيوليو كيشعلوا شعيل، واخا تكون ضربه فيك الشمس ماشي ديال الصيف، ديال اعوام واعوام، واخا تكون جا معاك حليه ديال اعوام واعوام، كلشي كيتحيد. عرفتوا هذيك الجلده الميته كامله كتحيد، وكتشوفي واحد الجلده كتخرج هكا كدير كتشعل، والرجيلات كيوليو كيشعلوا. بلا ما نطول عليكم في الهضره، نخليكم مع الوصفه وشوفوا معايا الطريقه للاخر، وتبعوا معايا الفيديو للاخير باش تشوفوا الطريقه بالضبط كيفاش غندير ليها باش نتوما تصدق لكم ان شاء الله. واللي غتجربها ترجع عندي لي كومونتير ضروري، وتقول لي رايها في الوصفه كيف جاتكم، كيف ما كنشوف ارائكم في الفيديوهات الاخرين في الوصفات الاخرين. كيفرحني بزاف ان وصفتي الحمد لله ناجحين وكيلاقوا بزاف ديال البنات. كنحمق عليكم وكنموت عليكم. ندوزو دابا الوصفه. اول حاجه البنات غادي نبداو بها، غناخذوا بعدا شي كاس ولا شي حاجه باش نخلطوا هاد الوصفه هذه. غناخذوا الخل، سواء هاد الخل هذا سواء الخل الابيض، اي خل عندكم ممكن تستعملوه، ماشي بالضروره هذا اللي استعملت انا، المهم يكون الخل. غادي نستعمل منه جوج معالق صغار من الخل. فوالا، ثاني مكون البنات عندنا هو الليمون او الحامض. الليمون او الحامض معروف بالفوائد ديالو في التبييض وفي تفتيح البشره، وكيزيل جميع البقع اللي كيكونوا في الجسم. يعني الحامض ما كيخطاش حتى شي دار، والصراحه الصراحه البنات الحامض خصكم ديما تدخلوا في الوصفات ديالكم، سورتو ديال الجسم، لان ديال الجسم كيبيض مزيان مزيان مزيان، وكيعطي واحد التفتيح واحد النضاره. صراحه الحامض انا بعدا ما كنستغناش عليه في الوصفات ديالي. هنا غنستعمل تقريبا ما يقارب حتى هي جوج معالق صغار من الحامض او الليمون، يعني جوج معالق من الخل جوج معالق من الحامض. هنا غادي ناخذ الخميرات الحلوى اولا عندي ديال ايديال اولا الزا اولا اي ماركه، ماشي بالضروره هذه اللي درت انا، المهم تكون خميره ديال الحلويات. ضروره البنات ما ديروا خميره الحلويات، هي اللي غتعطينا واحد التفاعل كيف ما تشوفوا معايا اللي هو كنقلبوا عليه. فوالا بحال هكا غتولي خارجه لنا بحال واحد الرغوه او واحد الكشكوشه من هاد الوصفه هذه. هاد التفاعل هذا هو اللي بغينا يتفاعل لنا داك الحامض والخل مع خميره الحلويات. غنبقى نحرك مزيان حتى يتجانسوا ليا بجوج بهم مزيان مزيان مزيان، وما يبقاش طالع بزاف هذيك الرغوه. فوالا على هاد الشكل هذا. دابا غادي نزيد السنيده، اولا بزاف البنات كيقولوا لي شنو هي السنيده، فواحد الوصفه كنت درتها كيقولوا لي شنو هي السنيده. السنيده البنات هي السكر خشن، غناخذوا معلقه صغيره من السكر خشن اولا السنيده اللي كنقولوا احنا بالمغربيه السنيده او السكر خشن، معلقه صغيره، ونخلطهم مزيان 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 حتى تذوب لينا هذاك السكر خشن او السنيده تذوب لينا مزيان مع الوصفه على هذا الشكل هذا. البنات هاد الوصفه هذه رائعه، غتشوفوا معايا غتشوفوا معايا سمحوا لي النتيجه في الاخر، غتشوفوا معايا البياض اللي كيعطي. عرفتوا يا البنات راه رجليك غادي يوليو ما تعرفيهمش، غتقولي اش البياض وهاد اشد الرجيلات. صراحه هاد الوصفه رائعه جدا، كتحيد الجلده الميته وكتعطي واحد التفتيح للرجلين رائعه، اليدين والرجلين فيما بغيتوا تستعملوها. هنا انا غنستعملها للرجيلات. المهم هنا عندي بيضه غناخذ منها غير بياض البيض، صفر البيض ما غتاخذوش، غديروا فقط بياض البيض هو اللي غادي نستعمل في هذه الوصفه هذه. كيف مشوا معايا صافي، وغادي نخوي داك بياض البيض على الوصفه
ونكمل في التحريك تتجانسوا ليا عاوتاني كاملين مع بعضياتهم. كيف ما قلت لكم البنات جربوا الوصفه وتبعوا الفيديو للاخير باش تشوفوا الطريقه كيفاش كندير هذه الوصفه هذه وكيفاش كنطبقها على الرجلين ديولي، وديروا نفس المراحل تبعوهم وان شاء الله غتصدق معاكم كيف ما صدقوا معاكم بزاف الوصفات ديولي. الحمد لله بزاف الناس كيشكروني عليهم، هذا واجب. وكيف ما انا كنفيدكم تنتوما فيدوا ناس اخرين وبارطاجيو هذا الفيديو هذا مع الناس اللي كتعرفوا مع صحاباتكم والعائلة باش هكا تعم الفائدة إن شاء الله. وما تنسونيش باللايكات ديالكم في هذا الفيديو هذا، لأن هذا صراحة هذه الوصفة كتستاهل لي لايك، كتستاهل لي لايك بكل كلمة من معنى. هنا غادي نطبق الوصفة صافي بعد ما حركت مزيان 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 هذاك الخليط. ناخذ شي بانسو أولا، من الأحسن بانسو البنات باش يساعدكم على تطبيق الوصفة على هذا الشكل هذا، وغادي نبقى ندهن رجيلاتي بهذا الوصفة هذه. البانسو كيساعد صراحه بزاف في التطبيق ديال هذه الوصفه. وكيف قلت لكم البنات الطريقه المهمه عاد قلت لكم تبعوا معايا الفيديو للاخير، لانني غادي ندير كوش الاولى من هذه الوصفه ونخليها تكرم شويه واحد شويه، ونعاود نزيد طبقه ثانيه من الوصفه نخليها حتى تكرم واحد شويه، ونزيد طبقه ثالثه تكمل لي الخليط. فهمتوني يا البنات؟ يعني تبقاو ديروا كوش فوق كوش فوق كوش باش هكا تجيكم ساهله فاش بغيتو تحيدوها. انا هنا غير باش نوريكم درت طبقه ما خليتش تنشفات بزاف، عاودت ثاني طبقه ثانيه وبقيت كنزيد. بحال هكا شوفوا عقلوا معايا على هاد الرجلين كي كانوا كي غيوليو، عقلوا معايا البنات شوفوا رجليا كي كانوا كحلين بالشمس، كنت مشيت للبحر وكانوا رجليا كحالوا ليا بالشمس بزاف بزاف بزاف. هكا تشوفوا الكحوليه كيف دايره. هنا غادي ناخذ اي قماش عندكم، ماشي بالضروره هذا، انا وريتكم القماش اللي كندير، اي قماش عندكم كيف ما بغى يكون. عرفتوا رجلي كرمات عليه الوصفه ولا سمر كثر ما هما سمر. المهم غادي تشوفوا معايا دابا الفرق فاش غادي نمسح. درت القماش ومسحت ببابي عادي، شوفوا معايا النتيجه اللي كتخرج، شوفوا الفرق. هذيك الطبقه الميته كامله كتحيد مع هذاك الخل ومع هذاك الخميره الحلويات كتحيد ديك الطبقه الميته الفوق. غندير لكم جوج طرق البنات كيف ما قلت لكم تبعوا الفيديو الاخير، لانني غنوريكم بزاف ديال الحوايج. هنا وريتكم الطريقه ديال القماش عادي، ديروا القماش ومسحوا بشي حاجه او غسلوا. هنا بغيت نوريكم الا بغيتو ديروا بحال تبرموا بحال غديروا تبريمه، فهمتوني البنات؟ يعني بحال غتحكوا. انا علاش خليت الوصفه نشفت بزاف في رجلي ما بغاتش تبرم ليا مزيان حيت خليتها كرمات اكثر من القياس. المهم نتوما خليوها جويه 10 دقائق فحال هكاك تقريبا صافي وحيدوا الوصفه. انا خليت الوصفه كرمات اكثر من القياس، داكشي علاش ما تحيدتش لي بسهوله. فوالا هنا كتشوفوا معايا كتبرم، الا خليتوها غير 10 دقائق غادي تبرم بسهوله. يعني عندكم الطريقه الاولى الا بغيتو ديروا شي قماش او ميم طون كتقوميو، ولا بغيتو الطريقه الثانيه. شوفوا معايا الرجيلات كيولاو كي كانوا كيولاو كي كنتي وكي وليتي يا اختي. شوفوا الرجيلات كيولاو واحد البياض كيولي فيهم غزال بزاف. انا بعدا تصدمت في النتيجه نهار الاول اللي درتها، تصدمت بزاف في النتيجه وقلت ضروري خصني نشاركها معكم. شوفوا معايا الفرق كبير البنات، ما نحتاجش نهضر، نتلاقاو في فيديو جاي. وما تنساونيش باللايكات ديالكم، كنحماق عليكم.